ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض وصفة الرز البني كده بالمكسرات وهنشوف طريقته ازاي. يلا بينا نشوف الخطوات بتاعته. دلوقتي بقى هنجيب حلة ونسيبها تسخن كويس جدا جدا على النار، ونبتدي نحط السكر. السكر ده اللي هيديها اللون البني بتاعنا. على حسب عدد كوبايات الرز اللي هنعملها بنحط، يعني كل كوباية رز بنحط معلقة تقريبا كبيرة من السكر. تمام، فانا حطيت كده معايا 3 معالق كبار من السكر، واسيبهم لحد ما يتكرملوا يدينا لون كده ذهبي. هوريكم اللون دوت هيكون عامل ازاي لما نخلص مع بعض. اهو ده كده اللون اللي احنا وصلنا ليه، هو ده اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. تمام، وهنبتدي بقى نجهز الرز بتاعنا. الرز احنا غسلينه وسيبناه يتنقع لمدة نص ساعة، وبعدين صفيناه كويس جدا من المية، وبعدين هنبتدي ننزله على السكر المتكرمل اللي مديني اللون دوت. وهنبتدي بقى نقلب كده ونشوح في الرز كده شوية علشان ياخد من اللون السكر. تمام، وبنحط كده مكعب مرقة لحمة او فراخ زي ما انتوا عايزين. لو في شوربة خلاص ما نحطش، بس احنا هنا ما عندناش شوربة، فهنبتدي نحط مكعب مرقة. فتفيته كده بس بايدينا علشان يدوب كويس في الرز. نبتدي بقى نقلب لحد ما كل حباية رز تاخد اللون الكراميل الحلو اللي طلع من السكر. الرز بقى ده طعمه بيبقى حلو جدا جدا بجد، طعمه تحفة، جربوه هيعجبكم. وبيبقى مختلف خالص عن الرز الأصفر اللي بنعمله بالكركم، يعني بيبقى ليه نكهة وده نكهة تانية. وأهم حاجة بقى في الرز دوت هو سنة القرفة اللي بتتحط، يعني بنحط تقريبا كده نص معلقة صغيرة من القرفة، بيديها طعم حلو جدا جدا. اللي مش بيحب القرفة خلاص ما يحطهاش، بس هو بيدي طعم حلو بيليق قوي مع السكر المتكرمل طعم القرفة. هنبتدي بقى نشوح كل الكلام ده كده كويس مع بعضه. الرز بقى ده ممكن تعمليه جنبه اي حاجة هيبقى طعمه حلو. ممكن كمان يتعمل بالكبد والقوانص، كنت انا عاملة مرة طريقته في فيديو في القناة، كنت عاملاه بالكبد والقوانص برضو كان حلو قوي. وده بقى بالمكسرات، اللي عايز يعمل كده يعمل. وهحط كمان شوية كده صغيرين من الصويا صوص، تقريبا بحط برضو معلقة صغيرة من الصويا صوص كده، ده شكله. بس اهم حاجة ممكن تجيبي اي ماركة بس يكون صويا صوص غامق، يعني حاولي تجيبي صويا صوص غامق ما تجيبيش واحد فاتح. وهنبتدي بقى نشوح كل الكلام ده كويس جدا زي ما انتوا شايفين. هاي الاضافات دي اهم حاجة اللي بتخلي له نكهة وطعم حلو قوي، والرز ده يبقى حلو جدا وينفع جدا في العزومات وفي رمضان. تمام، نفضل كده نقلب بقى فيه كويس جدا. وهنبتدي بقى دلوقتي نحط السمنة بتاعتنا. انا هنحط كده معلقة كبيرة من السمنة البلدي، عشان لان انا في الاول خالص محطيتش سمنة، بسيب الحلة فاضية خالص وبحط فيها السكر يكرمل. تمام، هبتدي ننزل بقى السمنة اهو دلوقتي، وكمان احط شوية صغيرة كده من الزيت عشان بس السمنة عندي ما تتحرقش. ممكن تحطي زبدة الموجودة عندك، تتحط اي حاجة. ونبتدي برضو نفضل نقلب فيه بقى عشان ياخد من طعم السمنة كده كله في بعضه. وبنفضل بقى نشوح فيها كده شوية، يعني لمدة مثلا 3 دقايق او 2 دقايق زي ما انتوا عايزين. المهم بنشوح فيهم كويس قوي، كل ما نشوح فيهم اكتر بيبقى احلى طبق. تمام، نخلص بقى كده وارجع اوريكم. هنبتدي نحط الملح، يعني ماما بتستخدم الملح دوت من ابو عوف، ده ملح اسمه ملح الهيمالايا. وكده بعد ما شوحنا الرز لمده 2 او 3 دقايق خد اللون الحلو ده. دلوقتي بقى نبتدي نجهز الميه بتاعتنا، اهم حاجه بس تكون مغليه. دلوقتي بقى نبتدي نحمص معايا اللوز. اللوز دوت انا حطيته في ميه مغليه لمده تقريبا نص ساعه، وبعد كده بنقشره، بيبقى سهل جدا. دلوقتي بنحط حتة سمنة صغيرة كده او شوية زيت ايا كان يعني اللي انتوا عايزينه، وبنبتدي نقلب كده اللوز ونبتدي نحمصه شوية. اللي عايز يحط مع اللوز كاجو ممكن يحط عادي، اهم حاجة بس بتحمصيه لحد ما ياخد اللون الذهبي بتاعه، هو ده اللي بيديله الطعم الحلو قوي، بيبقى حلو جدا مع الرز كده. خلاص بنحمصه. كمان الزبيب احنا حاطينه يتنقع شوية كده برضو في المية المغلية عشان يطرى، بعدين بنبتدي نصفيه ونحطه بقى على اللوز ونقلب كله مع بعض. الزبيب ده بيديله طعم حلو جدا رغم انه مسكر مع الرز، بس بيديله طعم حلو قوي قوي. تمام، ونحط الكمية كلها اللي انتوا بتحطوها اللي انتوا محتاجينها. نبتدي بقى على نار هادية كده نبتدي نحمص فيه واحدة واحدة كده لحد ما ياخد اللون الذهبي كده هما الاتنين مع بعض.
اهو بالشكل ده، اهو بياخد وقت بس شويه على النار لحد ما ياخد اللون الذهبي بتاعه. نحمصه بقى كده. في الوقت بقى اللي احنا سايبين اللوز يتحمص فيه بنبتدي بقى نجهز الميه المغليه كده. احنا كل كوبايه من الرز بنحط لها تقريبا كوبايه ونص من الميه، تمام؟ اهم حاجه بس تكون الميه عندي مغليه بالمنظر ده. وبعدين بنبتدي بقى نقلب الرز في الميه المغليه دوت ونسيبه زي الرز العادي خالص لحد ما يتشربه. وبعدين بنوطي النار وبنحط اللي هي الشياطه بتاعت الرز ونسيبه لحد ما يستوي مع بعض. ده اللوز معنا اتحمص اهو، خد لون كويس كده. الرز خلاص بيغلي معانا بالشكل دوت. هنبتدي بقى نغطي الحل عليه ونبتدي نشيله ونحطه على الشيطة بتاعتنا لحد ما يستوي، ياخد الوقت بتاعه لحد ما يستوي يتشرب كده. هو اهو بالشكل ده وبس كده. ده كان شكل الرز معانا بعد ما خلص. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. يلا باي باي.